حلقة الرهب عملنا فيها الكسرات بنفس الصورة ونفس الشكل، وعملنا كمان الجيبة بالكسرات بطريقة جميلة قوي قوي. بصوا الفستان يا جماعة كله اتعمل ازاي، بصي اتعملت ازاي، الفستان اتعمل بالكسرات كله من اول البلوزة وحردة الرقبة، رغم السلام ان عليكم حردة ورحمة الله الرقبة وبركاته. ازيكم يا اجمل جمهور في الدنيا؟ اللهم صل وسلم بارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. النهارده رجعنا يا جماعه مع بعض بدرس جميل جدا بطريقه سهله وبسيطه اوي. درس فستان خروج بشكل جميل قوي، بس هنعمل فيه بقى شويه تعديلات حلوه قوي اول مره نعملها على القناه. اول تعديل خالص كده، ان في الصوره اللي انت شايفاها قدامك، الصوره فيها كسرات من عند حردة الرقبه هنا، يعني هنا مثلا حوالي هنا 3 كسرات في الجنب الاولاني و3 كسرات تانيين من الجنب التاني من البطرون، وبنفس الشكل ده احنا هنعمل الكسرات دي. طب هنعملها ازاي يا مريم؟ دي في حردة الرقبة وعايزينها كمان تبقى مقفولة، هنعملها ازاي؟ هقولك حالا هتعمليها ازاي. بصي اول حاجة خالص كده هتجيبي المقص ونبدأ نقص البطرون، مفيش فيه اي تعديلات. البطرون الاساسي هتلاقيه يا جماعة تحت في صندوق الوصف، شكل جميل قوي. اهم حاجة بس اللايك الجميل منك والتعليق الاجمل والاشتراك في القناة. اول مرة تشوفيني اول مرة تعرفيني، كل سنة وانتم طيبين يا اجمل جمهور في الدنيا. الفستان ده خروج بطريقة جميلة قوي وينفع لكل المقاسات. تمام، نقص الخلف الاول وهشيل الاجزاء دي، ثانية واحدة هشيل كل الاجزاء الزيادة دي ونجيب الباترون بتاعنا. هنركن الامام الخلف بعيد عن الامام وهنبدأ نعمل تعديلاتنا في الامام. بس قبل تعديلاتنا في موضوع الامام ده، في حاجة مهمة قوي لازم اعملها. ايه هي؟ ان انا حدد في حردة الامام انا عايزة كم كسرة. فانا هاخد بالظبط حوالي كده، بصي هقول هنا كسرة زي ما انا عملت بالقلم تحديدي، وهنا كسرة كمان، وهنا خليها هنا كده. طب ماشي، وهنا تبقى كسرة كمان في النص. مش هنعمل كسرات، او نخلي واحدة في النص. طب نخلي واحدة في النص ورغينا دي كده. تمام، مش بشرط تكون طولها قد ايه، اهم حاجة عندي ان انا يبقى عندي الكسرات زي الصورة بالظبط ما بتقول او ما بتتكلم. والكسرات دي بتتعمل ازاي في حردة الرقبة اللي بتبقى مقفولة؟ اول حاجة خالص هنفتح كده من هنا بالشكل ده، وبعدين نروح فاتحين كده. تعالوا بقى نفتح بالاتنين بقى الورقتين مع بعض، وبعدين هنفتح هنا زي ما قلت لكم. اديهم هم بالظبط 3 كسرات، واحدة في النص واتنين على الجنب ده واتنين على الجنب ده، اهو بالشكل ده، شايفة ازاي؟ طيب ازاي مريم اظبط الكسرات بتاعتي دي؟ ثانيه واحده هوريها لك ازاي. بصي بقى، لازم يبقى معاكي ورقه تانية ويبقى معاكي سمخ، يبقى معاكي ورقه تانية ويبقى معاكي سمخ. هنبدا نجيب الباترون بتاعنا، اذا كان الامام او اذا كان الربع اللي احنا ماسكينه، المفروض طبعا جزء الكلام ده كله يتعمل على ربع. هبدا ان انا اجيب بقى الربع ده واثبته كده في النص، يبقى حلو قوي في النص. وهبدا ان انا افرد دي كده بالشكل ده. معنى ان انا افرد دي كده بالشكل ده، يبقى انا عايزه قطعه الورقه دي بس هي اللي تبقى موجوده. تعالوا بقى ناخد قطعه الورقه دي. هناخدها ازاي؟ هنستخدم السمغ، وهبدا ان انا احط هنا سمغ كده بالشكل ده في اماكن غير، يعني احط سمغ اه بس في مكان مش محدد، فاهماني؟ مش في مكان ايه انا مختاره بعينه، لا يعني كده اهو. استني بقى وتعالي كده ونظبط كده، ونروح جايبين كده وجايين سايبين الجزئيه دي كده بالشكل ده زي ما انا حطيت الصمغ بتاعي، او في المكان اللي انا حطيت فيه الصمغ بتاعي. وابدا الزق من هنا وهبدا الزق التانية اتلزقت خلاص. وبعدين هبدا ان انا اتاخر دي كمان شويه واروح ماخده الحرده التانيه اهي. باخد ثانيه اتاخرها هيك بس احط الصمغ، عشان كده قلت لك الصمغ اهم حاجه في الموضوع ده كله. وبعدين هروح ماخده دي كمان واروح مركبه فيها برضك السمغ كده، وهعملها كده زي الفراشه، زي الفراشه كده. وبعدين هاخد السمغ من هنا كده كمان واروح ماخداه، واروح جايه من بعيد كده واروح موصله بقيه الجزئيه دي. وطبعا هاخد الجزئيه التانية نفس الحكايه اهي. سبت مسافه حوالي 1 سنتي من كل مسافه والتانية 1 سنتي. طبعا التصميم مش هيبقى كده بالشكل ده، يعني انت شايفه ازاي؟ بصي ازاي مش هيبقى بالشكل ده. لا تعالي بقى نقص الزيادات اللي احنا عايزينها تبقى موجوده معانا، والزيادات اللي مش عايزينها هنشيلها. فاول حاجه خالص احنا هنشيل بتاعه الكتف دي، احنا مش عايزينها. هنبدا نيجي من عند من بعد الكتف دي ونروح ماخدين بقى الجزئيه الزايده اللي معانا. الزياده اللي معانا اهي
ادي حلقه الرقبه بعملها اهو، شايفه ازاي؟ واحده 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 واحده، ما تستعجليش، واحده واحده. وناخد حلقه الرقبه، وبعدين هشيل بقى باقي الزياده الموجوده تحت في البطرون بتاعي دي، لان انا مش محتاجاها اساسا. هشيلها كده، بصوا شلتها ازاي، انا مش محتاجاها، البطرون بتاعي سليم، وانا مش عايزه ابين فيه خالص ان انا مزوده او عامله اي تزويدات. تمام، طب يا مريم انا عايزه اشتغل ده على القماش، اعمله ازاي؟ ده هتعمليه على القماش، ده هتعملي الربع بتاع البطرون. انا عامله لك البطرون كله، لا انت هتعملي الربع بتاعه. ثانيه واحده، احنا مش عايزين نشيل ازيد من اللي احنا عايزين. تمام كده، تمام. وبعدين هبدا بقى اجيب الجزئيه دي واقفلها كده. ادي الكسره الاولى، ادي الكسره الاولى، تعالي بس كده اوضح لك الكسرات واحده واحده. ادي الكسره الاولى اهي، وابدا ان انا اشيلها واحطها كده. وبعدين هبدا ان انا احط دي كمان كده اهي بالشكل ده كده. وبعدين هبدا اجي من هنا واروح ماخده الجزئيه دي اهي كده بالشكل ده، شايفه ازاي؟ اهي. فهبدا واحده واحده بس، ثانية واحدة. طبعا في زيادات اهي هبدأ اشيلها، وبعدين هبدأ اخد دي واحطها هنا كده. بصي بالشكل ده، وبعدين اجي من هنا واروح ماخده اخر قطعة. وبكده رجعت البطرون الاساسي معايا بالظبط. تعالوا بقى نشيل الزيادات الموجودة دي اللي انا مش عايزاها ومش مبينالي شكل حردة الرقبة. بصي كده واحده واحده، الزيادات اللي من تحت مش من اللي فوق، اللي فوق زي ما هي سيبيها، كلمك على تحت اهي. وادي يا جماعه البلوزه، او ادي الجزئيه بتاعت الفستان من فوق. وعملت الثلاث من هنا ثلاث كسرات، من هنا كسرتين ومن هنا كسرتين، وفي كسره في النص بتفصل ما بينهم، دي بتبقى موجوده عند حرده الرقبه. ولو انت عايزاها تبقى اطول بتطوليها، انا عملتها رفيعه وصغيره عشان كده ما رضيتش اطولها. تعالوا بقى نقفل الفستان بتاعنا على الخلف بتاعنا اهو، حط كتف على كتف، ونبدأ نقفل الجناب، وبعدين نحط من الناحية التانية كتف على كتف. ثانية واحدة، نظبط بس الموضوع بقى من هنا، وبعدين نجي من هنا واحدة واحدة. في هنا زيادة بسيطة هبدأ اشيلها. تمام كده، وبالشكل ده عملت الجزئية الموجودة من فوق بتاعة الفستان بتاعي. هبدأ أركنها بقى، وهبدأ أجيب قطعة تانية من الورق وأعمل منها جيبة، واللي هتكون فيها كسرات زي بالظبط البلوزة من فوق. ثانية واحدة، بصوا يا جماعة هنجيب كده الجيبة بتاعتنا، وهنبدأ إن احنا نحدد فيها الكسرات بتاعتنا. عايزه تحددي فيها الكسرات بمسافات يكون احسن، يكون احسن ليه عشان بتظبطيها برضك بالنسبه للمسافات. فانا هحددها كل كسره بين كسره والتانيه بعدها 3 سنتي، فانا هشتغل على ده الاساس. تمام كده، هبدا اجيب كده الورق بتاعي، واجي واحده واحده بالشكل ده، وادي كده البعد بتاعها 3 سنتي 3 سنتي. تعالي بقى نكمل، وهنكمل لحد النهايه كده. اهم حاجه بس ما تبخلوش علينا باللايك الجميل والتعليق الاجمل والاشتراك في القناه لو اول مره تشوفيني او مره تعرفيني. ثانيه واحده، اكمل بايد الورقه بتاعتي 3 سنتي 3 سنتي. تمام كده، طيب تعالوا بقى نشوف هنقفل الكسرات دي ازاي. اول كسره هنجيب النقطه الاولى دي، النقطه الاولى دي هنجيبها كده، نروح تانيينها بالشكل ده على النقطه اللي بعدها. هنفضل نعمل كده لحد ما نخلص كميه القماش اللي انا بشتغل بيها، او كميه الورق اللي انا بتدرب عليه. تمام كده، يستحسن لو انت مبتدئه، بالنسبه للناس اللي بتسالني يا مريم ابدا ازاي، ابداي الاول على ورق. طب انا بحبش الورق وبحب المشمع، مشمع لونه ازرق بيتجاب زي الورق برضو، وزيه زي القماش، بيبقى نوعه جميل قوي وجديد ومتين، ان انت ممكن تخيطيه على فكره كمان. المشمع ده هبقى اجيبه ان شاء الله، المشمع لونه ازرق
بتجيب بالمتر برضك على حسب بقى انت بتجيبيه ازاي. وفي ورق كلك، يعني في كذا نوع حاجه تانية غير القماش. طب ليه مش قماش؟ عشان لو انت مبتدئه ما تدمريش القماشه وانت لسه مبتدئه، فاهماني؟ يستحسن انت ما تدمريهاش وتسيبيها كده. حتى لو عايزه تدربي على المكنه، انا وري قبل كده عملت تدريب على المكنه على الورق، وهعمله تاني ان شاء الله. ثانية واحدة، وتعالي كده، وادي شكل الجيبة بتاعتنا. تعالوا بقى نقفل شكل الجيبة ده مع التصميم بتاعنا. التصميم بتاعنا 8 سنتي دوران الوسط، فانا هنا عندي زيادة، الجزئية الزايدة دي والجزئية الزايدة دي، هبدأ ان انا اشيلهم. يلا بينا نشيلهم بقى، هوريكي هنشيلهم ازاي. بصي بقى، هنبدأ نيجي من هنا كده ونروح عاملين كده كأنها مش موجودة معي، كأنها مش، وممكن تستغليها في انك انت تخليها تبقى للزرار او للزراير، او مثلا سوستة على حسب ما بتركبي الجيبة بتاعتك ايه، كل واحد وطريقته. ممكن تركبيها سوستة، ممكن تركبيها زرار، على حسب. هو الفستان جميل جدا، وانت شفتي طريقته عاملة ازاي، طريقته سهلة اساسا. طريقة الفستان نفسها سهلة، شفتي عاملة ازاي، يعني طريقتها جميلة قوي قوي، سهلة وبسيطة. اهم حاجة بس تتفرجي واحدة واحدة وصدقيني هتعملي اجمل منها. بصي بقى الفستان اتعمل ازاي، شوفي بقى الفستان. بصي بحاول افردلك الجيبة طبعا، بعيدا عن الكسرات، احنا عايزين نظبط الكسرات وفي نفس الوقت نفرد الجيبة بالشكل الجميل ده. نفردها كده ثانية واحدة. المهم تمام كده اهي. بصوا يا جماعه ده شكل الفستان، ثانيه واحده اوريهولك. تفصيله وخياطه فستان خروج بيتي، خروج بطريقه سهله وجميله قوي. بصوا حلقه الرهب عملنا فيها الكسرات بنفس الصوره ونفس الشكل، وعملنا كمان الجيبه بالكسرات بطريقه جميله قوي قوي. بصوا الفستان يا جماعه كله اتعمل ازاي، بصي اتعملت ازاي. الفستان اتعمل بالكسرات كله من اول البلوزة وحردة الرقبة، رغم ان حردة الرقبة مش مفتوحة ومش فيها اي فتحات هنا، وعملناه بشكل جميل قوي. اهم حاجة تتفرجي واحدة واحدة وصدقيني هتعملي اجمل بالفستان ده. كل اللي عليك اللايك الجميل والتعليق والاشتراك في القناة. كل سنة طيبين يا اجمل جمهور في الدنيا، مع تحيات تعليم الخياطة مريم احمد. تفصيلة وخياطة فستان خروج بطريقة سهلة وبسيطة، ومع الكسرات عند حردة الرقبة بشكل سهل وبسيط جدا. اهم حاجه اللايك الجميل والتعليق الاجمل والاشتراك في القناه. وهو ده يا جماعه الفستان، نفس الصوره ونفس الشكل. يا رب يكون عجبك. اتفرجي على الفيديو من الاول وصدقيني هتعملي اجمل منه. في امان الله، كل سنه وانتم طيبين.